الحكم سعيد الحوض يعطي انطلاقات المقابله كما تشكيل الطاقم التحكيمي اللي كيشرف على هذه المقابله فهو الثلاثي سعيد الحوض بوشعيب شاكير وجواد غيبه والحكم اكابيع سعيد بطريق يعني حكام من عصبه الدار البيضاء لاعبين لكن الكره مقطوعه من نور الدين الحلاق يحاول المراكز سددها لكن تصدي جميل تصدي اجمل ربيع الزعري الخبره ديالو حاضره في هذه اللقطه هذه تصدي اول تسديده نور الدين الحلاق وتصدي اجمل تسديده زكريا كوسي الخبره ديال ربيع الزعري دائما ما كانت كتفيد ايوب درازا كيحاول المرور كينجح في المرور لكن مقطوعه من سامي دبون دائما عند ايوب درازا كيسدد لكن تصدي جميل محمد شريدو في المكان المناسب ايوب درازا كان موفق في المراوغه ديالو لكن محمد شريدو كيتسدى الكره بنجاح القصر الكبير بهدفين دون مقابل الهدفين المباراه تسجلهم ايوب درازا في الشوط الاول تسديده قويه الخبره ما نفعتش هذه المره الخبره ما نفعتش هذه المره ربيع الزعري ارتمليها لكن كانت تسديده قويه على قفله من معاذ السنه الضغط نوسي كيحاول التمرير ديالها عند علال المعروفي لكن تصدي جميل من الحارس الشاب محمد شريدو كانت محاوله خطيره من علال المعروفي داخل الملعب عند محمد السكوكني كيبحث على التسديد وتصدي جميل تسديده جميله من معاذ محمد السكوكني وتصدي اجمل من الحارس ربيع المغلقه طويله عند علال المعروفي بغى يسددها وهدف الهدف بصعوبه جميع المنافذ مغلقه لكن ايوب درازا كيلقى المكان المناسب هدف جميل هاتريك لايوب درازا الى عند معاذ السنه غيبحث تسديد ما بقاش بزاف جوج الثواني طويله والحكم كيعلن على نهايه المقابله فوز نادي لوكوس على القصر الكبير بثلاث اهداف مقابل هدف واحد نادي لوكوس القصر الكبير كينتصر على وسط اخبزت بثلاث اهداف مقابل واحد كان معكم فوق ارضيه قاعه الوحده المدير القشيني وزكريا امازيغ ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق ان شاء الله السلام عليكم اول حاجه كنبغي نهنئ هذه القناه ديال اخبار الفجر المغربيه اللي كما فايت ديجا قلت في سجوب اخر انها قربت البعيد وين الحمد لله كنعرفوا نتائج ديال الفروق كنشوفوا الملخصات يعني بحال اللي كتقول عندنا يعني تلفازه قناه اذاعيه قناه اذاعيه وهذا الفوز كنبغي نشكر اول حاجه اللعابه كاملين اللي داروا مجهود واخا عدم تواجد كفايه ديال اللاعبين بسبب الاعطاب بسبب الاصابات بسبب ديال التوقيف ديال اللاعبين فلهذا الحمد لله يعني كنلعبوا بخمسه لعابه الماتش الاول لعبنا بخمسه هذا بخمسه كنحاولوا ريكيبيريو بما جاو بما رجعوا الدراري وكنبغي نهنا رئيس نادي الفريق اللي زعما مساهم معنا بواحد الشكل كبير ستاف كذلك المدرب الكيني مساعد المدرب مدرب الحراس يعني الاخ الحمدوني كذلك اللي حتى هو مساهم معنا في هذا الشيء وكنتمناو ان شاء الله القادم يكون افضل الحمد لله دينا البطوله بواحد الانتصار كان غياب ديال اللاعب انس طيبي اللي المكانه ديالو كبيره في الفرقه ما عاوننا مع الغياب ديالو الاسبوع الماضي وهذا الاسبوع هذا واللي خلانا انا شويه نحسوا بالنقص في الفريق الحمد لله مازال خارجين ان شاء الله القدام ونتمنوا من الله خير ما يمكننا نحكموا على المقابله من دابا غنمشيو نستعدوا المقابله نوجدوا نديروا اللي علينا والكمال على الله ما عندنا ما ندير شكرا على التهنئه بالنسبه للفوز اليوم بالنسبه للطموح تاع لوكوس قصر الكبير لاعبين ان شاء الله على البطوله وكما شفتوا اليوم كان فوز مستحق للشباب عندنا اكراهات كثيره في الفريق عندنا غيابات بالنسبه ليونس عصعص الموقوف وعندنا الاصابات اللاعبين وكما شفتي اليوم عندنا خمس لاعبين وجوج فيهم ديجا لاعبين بليسي اليوم كان عندنا واحد الطموح تاع ثلاثه النقاط والحمد لله جبناها
ان شاء الله غادي نكملوا المسيره حتى هنا وغادي نقولوا الكلمات عنا ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للاختلاف ما كانش اختلاف تقريبا نادي القصر الكبير التركيبه البشريه بقات هي. بالنسبه للسنه الفريق السنه قبل الماضيه كنا مع نادي لوكوس القصر الكبير انا والمدرب السيو عادل كنا خدينا الوصفه. ان شاء الله هذه السنه هذه ناخذوا نكونوا بطل ان شاء الله بحول الله.